في محاربة الجريمة وأشكالها ومختلف الآفات الاجتماعية. ثم جهد آخر تبذله جمعية ترقية الطفل وحماية المراهق ببرج بوريريج اعتمادا على النشاطات الرياضية وحملات التحسيس للحد من انتشار المخدرات في أوساط الشباب. الجمعية أنشأت مركزا رياضيا يضم عدة اختصاصات ويعرف إقبالا واسعا. إلهام عشيرة. حتى لا يقع أطفالنا في فخ المخدرات، فكرت جمعية ترقية الطفل وحماية المراهق ببرج بوعريريج في إنشاء مركز رياضي يستقبل الأطفال والشباب من الجنسين، خاصة القاطنين بالأحياء التي تكثر فيها الأفات الاجتماعية. هم خرجوا يا مات باكي يلعبوا، جابوا لي هضره يقولوا شي مخدرات، انا خفت ما لقيت وين واش راح ندير لهم انا وحدي. بصح انا حاجه مليحه، الدور اللي أنا نقوم به هو تربية الأطفال على رياضة في كل المجالات، بنفيتيهم على المخدرات، على المشاكل، على السرقة. المشروع انطلق سنة 2008 بتمويل مشترك بين الاتحاد الأوروبي ووزارة التضامن الوطني، دعما للجمعيات غير الحكومية المكلفة بالتنمية. قيمة المشروع 560 مليون بتجهيز قاعة لتقوية العضلات وقاعة أخرى للرياضات الدفاعية، منها المصارعة، الجيدو، الكاراتيه، الفول كونتاكت، الجيمناستيك. يقبل الأطفال على المركز بقوة، خاصة بعد ساعات الدراسة، وكلهم شغف في ممارسة الرياضات المفضلة لديهم كالمصارعة والجيدو، بينما يميل الشباب إلى الرياضات الخاصة بكمال الأجسام. سبور مليح للكور والتيفيتي حوايج بزاف. كما يقوم المركز بحملات تحسيسية بالمدارس والأحياء السكنية بالتنسيق مع الديوان الوطني لمكافحة المخدرات للحد من انتشار الظاهرة والوقاية منها.